الله أكبر، لا ما شاء الله. عليه الصلاة والسلام. افجع عين الشيطان كده يا ابني، افجع يا ابني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا الصيادين ومتابعينا الغاليين، معاكم اخوكم احمد صبح ابو ايوب. تحياتي لكل المتابعين المحترمين. نازلين يا رجاله كده في يوم صيد جديد النهارده في رشيد، بنستهدف سمك اللوت. معانا العده المستخدمه بوصه 5 متر 40، مكنه 8000. طريقه الشغل يا رجاله، بنستهدف اللوت بطريقه الشغل في اللا مجنونه، ومعانا الطعم المستخدم تعبان سمك حي او حنش دفاس. الفيديو ده يا رجاله كده اهداء لقناه منوعات رحاله، لاخوكم سامح الخوالقه، اخويا وحبيبي وصديقي العزيز الاستاذ سامح. تحياتي ليك ولكل متابعينك الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كل عام وحضراتكم بخير. بالتعاون مع قناة الصيد احتراف الصيد مع أبو أيوب للأخ المحترم صديقي وحبيبي أحمد أبو أيوب، جمعنا لكم الفيديو ده. الفيديو ده يا جماعة عبارة عن عركة مع وحوش سمك اللوت. بصراحة أحمد صياد محترم عنده ثبات انفعالي، أنا نتشرف إن الراجل دوت صاحبي، ونتشرف ان انا من متابعين الراجل ده. وطبعا بندعي كل متابع صياد عندي في قناه منوعات رحاله ان هو يتابع احمد ويشاهده، بصراحه هتنبسط معاه. احمد يا جماعه انا خدت عنه نبذه كده ان هو بيعشق صيد اللوت، وصيد اللوت طبعا يا جماعه صيد ممتع، وبيعشق الصيد بالطعوم الحيه. وصياد الطعوم الحيه بيعوز يكون صياد عنده طولة بال وعنده صبر، صبر كبير يعني، لأن هو مش كل يوم ربنا بيكرمه بسمكة. ممكن يجي عليه يوم ربنا يكرمه ويدخل عليه جيش سمك زي اللي حصل النهاردة. عن النهاردة ده الفيديوهات بتاعت النهاردة دي هي أكتر من فيديو، مقاطع من أكتر من فيديو لأحمد. دي كانت عركة يا جماعة، عركة مع وحوش لوت، وممكن يقعد يوم واثنين وثلاثة ربنا ما يكرمهوش، ولكن هو الأفضل إن هو ينزل على السمكة الكبيرة طبعا ويغنم بيها. أنا بنتمتع وأنا بنتفرج على أحمد، وإن شاء الله تتمتعوا أنتوا كمان وتتفرجوا على أحمد. نتمنى ليكم مشاهدة ممتعة، خليكم معانا. الله أكبر، الله أكبر، الله ما شاء الله. عليه الصلاة والسلام. افجع عين الشيطان كده يا ابني، افجع يا ابني. ادعوا لنا تطلع يا جدعان، والله من ساعتها بنطيره. طبعا احمد كان الخيط الاساسي على المكنه برد 50، وكان بيرمل ب 50 فالخيط اتقطع منه، شعر 50 الخيط اتقطع، رمل بشعر 60 برضه الخيط اتقطع، فاضطر في الاخر ان هو يرمل ببرد 50 عشان يقدر على الوحوش اللي عماله داخله بتعارك معاه دي. نكمل مع بعض. يا رب ايوه اجرس عليه، ما شاء الله اجرس عليه بالصلاه على النبي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، يا الله اكبر، 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 الله اكبر عليك، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. صل على النبي، 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 صل على النبي. رجاله شايفين عامل فيه ايه؟ بس كده يا ابني، كام السمكة ولا ساد السمكة اضربها تقطع مني. شعر 60 تضرب، شعر 50 تقطع، اهو ما جاتش غير بالبريد. بسم الله ما شاء الله، صل على النبي، سمي، صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، سمي وصلي، سمي وصلي، الله اكبر، اللهم صل على النبي يا كريم يا رب. احلى لوت يا رجالة بالتعبان ما شاء الله. عارف ده شايفين الطعم اهو، تعبان سمك. بسم الله، سمك 10 كيلو اهي بالصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. عايزين اشتراك يا جماعة لقناة احمد ابو ايوب،
هنسيب الرابط بتاع القناة في السهم اللي على الشمال دوت لتحت، تدخل عليه ان شاء الله هتلاقي في صندوق الوصف رابط قناة احمد ابو ايوب. وعايزين لايك للفيديو بتاع احمد ولايك للفيديو بتاعنا ان شاء الله. بنشوف انا ناس بتتصور بسمكة نص كيلو كيلو ويقول لك وحش. دي بقى حرب يا جماعة ومعركة مع وحوش فعلا، دي الوحوش بجد. سمك عشرات كله بإذن الله، السمك اللي في الفيديو ده كله عشرات يا جماعة. اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. السمكة كده عشان الناس تشوف السمكة كويس. صباح الفل عليك. اهو. صباح الفل. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا رجالة. بسم الله ما شاء الله. يلا سلام عليكم. اللهم صل على النبي. قول ايه؟ عارف بلد تعبان الضرب اهو. حاس 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 شغال زي ما مفصلتش على مهلك. بس طبعا يا جماعة مش سهل خالص صيد السربان زي ما انتوا فاهمين، صيد كله مخاطر. ربنا يعين الناس اللي هو اكل عيشها من الموضوع ده. الموضوع مش سهل طبعا، الموضوع شق وما يناسبش كل الناس طبعا، ليه لياقة بدنية معينة. الله كريم ربنا يستر علينا جميعا. يعني وقعة زي ديت ساعات بتسبب في مشاكل كتيرة. ربنا يستر عليك يا احمد وعلينا وعلى كل الناس يا رب، ويقوي الناس اللي ده اكل عيش. دخل حجارة. يلا السلام عليكم يا رجالة، كل سنة وانتم طيبين. فيديو ده رقم قياسي قديم مش جديد، قديم برضو والله. في اخوه برضو اهو اقدم منه شوية. وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وموسى بخير رمضان كريم. الله يشفيك يا رب. حاج معاك طبعا ان شاء الله. استنى خالص دلوقتي ما شاء الله. صلاة النبي احسن. نتكلم بقى عن العدة المستخدمة مع احمد ان شاء الله. نشوف شرح العدة المستخدمة واستخدام الطعوم. خليكم معنا. على مهلك يا احمد، على مهلك يا احمد. صلاة النبي احسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا الصيادين ومتابعينا الغاليين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، كل عام وانتم بخير. بمناسبه عيد الفطر المبارك، ربنا يعوضه علينا وعليكم وعلى المسلمين بخير يا رب. نازلين يا رجاله كده بنستهدف سمك اللوت او سمك الليب بالطعم الحي او بالتعبان السمك. معانا العده المستخدمه يا رجاله اهي. العدة المستخدمة النهاردة يا رجالة لصيد اللوت، عود 5 متر، 5 متر 40، مكنة 8000. الخيط الأساسي بتاعنا يا رجالة برد 50، 8 فتلة. والرمال برضو برد. تمام، نازلين نستهدف سمك اللوت، الأسماك الكبيرة يا رجالة. والطعم المستخدم تعبان سمك حي اهو يا رجالة، التعبان الناس اللي بتسأل عليه. من افضل الطعوم يا رجاله لصيد اللوت التعبان ده. خليكم معانا يا رجاله اوريكم طريقه التطعيم برضو، وازاي تستهدف سمك اللوت وازاي ترمي عليه وتشتغل عليه صح وشغله مظبوط وتاخد منه ان شاء الله. انا شغال بطريقه الفلاه المجنونه يا رجاله اللي انتم متعودين عليها على طول معانا. والصنار بتاعنا يا رجاله امين 421، امين 421 03. ما تشتغلش على السمك ده بصناره اقل من 03 او 02 او 01، اقل صنار تشتغل بيه 01. صنار يكون محمل يا رجاله، اي صنار محمل انت تثق فيه
اشتغل بيه بالطعم الحي على سمك اللوت. خليكم معانا اوريكم طريقه التطعيم الصح للتعبان. هتمسك التعبان كده من اخر جزء من الديل كده، تمام، وتشكه كده من اخر جزء من الديل اهو بالشكل ده. شايفين يا رجاله؟ الطعميه دي اللوت بيشوف في الميه او اللج بيشوف في الميه او الكوربين بيشوف في الميه. بسم الله ما شاء الله بيمسك عليه على طول ما بيضيعش وقت. يا ريت يا رجاله لايك للفيديو واشتراك في القناه وتابعونا كده وادعمونا باستمرار. ويا ريت لو الفيديو وصل لحد عندك كده اكتب لنا في التعليقات متابعنا منين واسم بلدك ايه. وتحياتي لحضراتكم وخليكم معانا. ان شاء الله اوريكم طريقه الشغل على اللوت الصح، الطريقه الصح والطريقه المظبوطه لشغل اللوت او صيد اللوت. بسم الله انا هسمي كده رجاله وارمي، واي حاجه ان شاء الله هتيجي اوريها لكم على الموبايل. السمك اللوت يا رجاله بيبقى الاماكن المتواجد فيها على وش الحجاره على وش الصخور كده، بيسرح يرعى في الاسماك ايه، الاسماك الصغيره. تمام، احنا بنستهدفه كده، شايف الحجاره اهي، بنرمي على اول 10 متر من الحجاره وبنسرح الفلايه كده بطريقه الشغل الفلايه المجنونه. انت بتسرح الفلايه بتسرح يا باشا والطعميه بتسرح لغايه السمك ما بيقابلها. اول السمك ما بيشوفها بيمسكها على طول، بسم الله ما شاء الله يعني. واهم حاجه يا رجاله في الصيد او في الشغل بالتعبان ده، وش المكنه يكون مفتوح كده دايما وانت رامي بالطعميه، تمام، والخيط يبقى على ايدك كده، الخيط يبقى على ايدك كده بحيث ان السمكه لو كلت اول ما بتمسك الطعميه كده بتغطس بيها وبتمشي بيها شويه، انت تسيبها وتصبر عليها. اول ما بتسحب منك الخيط، اول ما بتاكل كده او بتضرب الطعميه، انت بتسيبها دقيقه دقيقتين ثلاث دقائق لغايه لما تبلع التعبان او تقدر على التعبان وتبلعه، وتكون مطمن كده يا باشا. واصبر على السمك على قد ما تقدر، كل ما تصبر عليها كل ما يكون اضمن وفرصه المسكان للسمكه اكتر. هي اصلا ساعه ما بتمسك التعبان مستحيل تسيبه، خلاص مش بتسيبه غير في معدتها، بسم الله ما شاء الله يعني. فانت اشتغل بالطريقه دي وبالاسلوب ده وان شاء الله ربنا يكرمك. ادعوا لنا رجاله بالتوفيق، وما تنسوش اللايك للفيديو وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. ما تخليش الفيديو يقف عندك والمعلومات دي تقف عندك. ولو انت اول مره تشوفنا كده يا ريت تعمل اشتراك في القناه، هتستفيد معلومات كتير ان شاء الله تهمك في صيد الاسماك. طبعا سعر التعبان يا جماعه اللي هو الحي ده، التعبان ده اسمه تعبان بلاستيك او تعبان دفاس، ليه اسامي كتيره. سعره بيتراوح يعني من 2 جنيه ل 3 جنيه ماكسيمم 4 5 جنيه بس التعبان الواحد، والاغلب يعني هتلاقي سعره 2 جنيه او 3 جنيه. لان اكيد السؤال ده هيهمكم يعني، فانا قلت نجاوب عليه. والبريد بتاعنا الخيط بتاعنا الاساسي يا رجاله 50، والرمال برضو بتاعنا 50 او الوش بتاعنا 50. ليه 50 وبشتغل ببريد؟ لان هنا النايلون يا رجاله السمك تقيل، والميه شايفين وضع الصلبان ده في الميه، وضع الصلبان ده يعني 20 متر قدام مني في الميه، هنا السمك شعر 60 وشعر 50 النايلون بيقطع. فانا اسلم حل عملته الشغل على اللوت هنا في المكان ده اللي فيه صخور ده، ان اشتغل بالبريد وبريد محمل 50 علشان اضمن السمكه تيجي والرزق يجي. ضيعنا سمك كتير بالنايلون 50 و60، فالله المستعان، واللي في نصيبك بتاخده الحمد لله. اللي في رزقك انا مقتنع ان الرزق بتاع ده بتاع ربنا، واللي ليك نصيب فيه بتاخده، بس انت تاخد بالاسباب وتعمل اللي عليك. ما ينفعش انا ضيعت 5 سمكات او 6 سمكات ما ينفعش افضل شغال بنفس الاسلوب، لا. انا خدت الخيط الاساسي عملت منه ارمه او عملت منه رمال او عملت منه وش، وربنا كرمني الحمد لله وخدت منه السمك اللي موجود في الميه. كان نفسي بس اشوف السمك ده ايه واحجامه ايه واوزانه ايه، والحمد لله ربنا كرمنا بيه والسمك عايد علينا الحمد لله. تعبان ضرب اهو، بسم الله ما شاء الله، واخده ماشي بيه اهو بقاله دقيقتين اهو، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ما شاء الله رجاله.
ما شاء الله رجال. سيب الملاف، سيب الملاف عندك وتعال. امسك كده التليفون ده. اول ما بياخد التعبان يا رجاله بنصبر عليه كده شويه عبال ما يبلع. عرض كده بحس جاي. يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، صل على رسول الله، صل على رسول الله. الله ما شاء الله، الله الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، صل على رسول الله. يا كريم يا رب ما شاء الله، اللهم صل على محمد، ما شاء الله، صل على النبي. معاك يا حاج، معاك. ان شاء الله العود، صلاة النبي احسن، صلاة النبي احسن. ما تنزلش، ما تنزلش، ما تنزلش يا رب. استنى على الحجر ثواني. على مالك يا احمد، على مالك يا احمد، صلاة النبي احسن. استرها يا رب. هو على توجع، هو على السمكه توجع. على مالك يا محمد؟ بوم السمك على مالك؟ لو مش مجنون اربع بطين. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صلاة النبي احسن. صل على النبي، صل، صل على النبي، صل. نام عليها بقى، منور عليك يا ابو ايوب. صل على النبي. هو ده، هو ده، هو ده. يوم العيد يا رجاله، صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. دي منه فيها على طول يا رجاله، برد 50. السمك ده ما بيطلعش غير بالبرد ال 50، 8 فتله يا رجاله. بسم الله ما شاء الله. نص اللوت، اللهم صل على النبي. هو ايوب، نص اللوت. احلى تحيه، الله يبارك له، احلى متابعين، وبسم الله ما شاء الله. الله يبارك له يا حاج، الله يبارك له. سجلاب يوم احلى لوت يا رجاله، احلى كوربين. يا ريت يا رجاله لو وصلتوا معانا لحد هنا في الفيديو اكتبوا لنا في التعليقات انتوا متابعينا منين. واحلى تحيه لكل المتابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله رجاله، ما تستغربوش ان احنا رفعنا السمكه من الخيط. انا حاطط خيط 50 يجر قطر، بسم الله ما شاء الله. يعني انا ضارب السمكه كويس والبحر جامد اهو. لازم احط عده تقيله. شايفين السمكة قد ايه؟